إخواني أخواتي مستمعي قناة خبرتم موفاز، حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخواني المشاهدين والمتتبعين الأوفياء، الآن غتشوفوا معايا واحد الشقة اللي كتواجد في الطابق الأول بطريق عين طريق عين الشقف. هاد الشقة خوتي كتواجد في تجزئة رياض الياسمين اللي معروفة غيزيدونس فيرمي، اللي كتواجد فيها لابيسين، فيها الودادية 24 ساعة على 24 ساعة، فيها لاسانسور، فيها باركينغ ديال الطوموبيل. لعشاق المساحات الصغيرة الآن خوتي كتواجدوا في هاد الشقة هادي اللي فيها صالون وسيجون فروقين غير الفراش، كذلك فيها كوزينة كتشوفوها معايا ستي أوروبي يعني مفتوح. هنا قبلتنا خوتي كتشوفوا معايا هاد الصالونات، هاد الشقة دو فاصاد يعني الإطلالة جاية عليها من جوج ديال الجهات، إطلالة جاية مزيونة. هنا خوتي كتشوفوا قبلتكم السقف اللي جاي بهاد الإنارة ديال لي سبوت جاي مزيون، وكذلك بهاد ستي ديال القبص اللي داير كل جهة بوحديتها وعطي جمالية لهاد الصالون. إخواني أخواتي، ها الشقة هادي كتشاهدوها معايا، اللي بغاها بهاد الأثاث راه كلشي جديد، اللي بغاها أهلا وسهلا، واللي بغاها خاوية أهلا وسهلا. هنايا خوتي غتشوفوا معايا الإطلالة اللي جاية على لابيسين. العديد من الناس خوتي خصوصا صحاب الجالية المقيمة بالخارج اللي كنشكرهم من هذا المنبر هذا، كيطلبوا ليا بحال هاد الريزيدونس هكا اللي فيها سيكوريتي، وكذلك كتواجد فيها غير اكفيس دو يعني كاين سفلي وجوج فاقة. هنايا خوتي كيف ما وقفتكم تقسمت صالون سيجور غير بالفراش، كتشوفوا معايا هنايا سيجور حتى هو ستيل عصري موديرن، وكذلك انفاس لينا اللي غتشاهدوا معايا الكوزينه اللي جايه مفتوحه اللي فيها الطابله مونجي قبلتنا جايه حتى هي مزيونه واخده المكان ديالها المناسب. كتشاهدوا معايا الكوزينه اللي فيها بلاصه ديال الثلاجه، كذلك بلاصه الماكينه ديال الصابون، كذلك لاهوت، كذلك البلاك، كاين هنايا السيده دارت الميكروويف، وكاين الفران من التحت بالاضافه للبلاكارات اللي كتشاهدوهم معايا، وكذلك بلاكارات الفوق اللي كتشاهدوهم معايا، وكاين بالكون اللي هو هذا خوتي اللي مسدود اللي بغا ينشر فيه داين شويه ديال السلوكات معايا. الخام كاين هنا كتواجد في الارض. هنا خوتي غادي تشاهدوا معايا بلاكار في الحيط اللي دايرين فيه الاواني ديال المطبخ، جاي هنايا مزيون، جاي اونكاستري مزيون بهذا الفضاء ديال المرايا اللي جاي بالبيزو. كاين هنايا الغرفه الاولى اللي حتى هي بالرخام خوتي، الغرفه اللي غتشاهدوها معايا فيها بيت ناس، وكذلك غرفه اخرى. هاد الغرفه خوتي ماشي ديال لي بارون، كاينه الغرفه اخرى السيد بدل يعني البيوت، كاينه الغرفه ديال لي بارون اللي فيها الحمام وكل واحد والذوق ديالو دائما تنقولها، وكل واحد وطريقه ديال التفريشه ديالو. نتوما كتشاهدوا معايا حتى الاثاث ديال بيت ناس، كتشوفوا بيت ناس حتى هو ستيل موديرن مزيون بهادشي اللي كتصنع اليد الصانع. كتشوفوا معايا تلفزيون بلاصه ديالو، كذلك السقف اللي كتشوفوه سامبل حتى الانسان مخداش الفراش ديالها يمكن انه يفرش بطريقته الخاصه. كذلك اخوتي كتشوفوا البلاكار اللي جاي هنايا قبلتكم، جاي بحال فضاء مزيون كيعطي واحد اللوحه فنيه جميله بهاد المرايا. البيبان اخوتي كتشوفوهم بهاد اللوين الكحل اللي تيجي مزيون. الصباغه بلا شك انكم عرفتوها اللي رايجه دابا في السوق اللي هي بلاتينيا. غادي تشاهدوا معايا هنايا الطواليط، سمحوا لي نشعل لكم الضوء. الطواليط اخوتي اللي فيها فاسك كتشاهدوا معايا برخام، وكذلك البلاكارات من تحت اللي فيه الالومنيوم، وكاينه الطواليط. ونشوفوا كذلك البيت اللي كيتواجد فيه الحمام، وهذا اللي قلت لكم انه بيت نعاس، والسيد رد بيت نعاس الاخر اللي هي هذا بيت نعاس خوتي حتى هو برخام، وعنده اطلاله جايه على الخارج ديال الريزيدونس، وكذلك فيه الحمام، وكاين بلاكار وراء الباب اللي غادي تشاهدوا معايا وهذا قبلتكم. البيوتا بجوج بالبلاكارات، عنده صريج اخر الاطلاله ديالو على لاكور. وغادي تشاهدوا معايا الحمام، كاينه بلاصه كذلك هنايا ديال لاستراسيون ديال التلفزيون. غادي تشاهدوا معايا الحمام خوتي، الحمام اخوتي اللي كيتواجد في قلب البيت هو هذا حمام كبيبر اللي كيحتوي على لافابو قبلتكم، وكذلك على الدوش اللي قبلتكم فيه الدوش وطواليط، وكذلك كاين سرج على حساب التهويه.
اخواني اخواتي، شاهدتوا معايا هاد الشقه هذه كيف ما بكم اللي كتوارد في رياض الياسمين. هاد رياض الياسمين اللي معروفه بالقطعات ديال الجوامع اللي فيها سيكوريتي، وكذلك فيها لابيزين اللي عنده الوليدات، وكذلك اخوتي فيها لاسانسور باركينغ ديال الطوموبيل. اخواني اخواتي، كيف ما شاهدتوا معايا هاد الشقه هذه اللي كتواجد في الطابق الاول، فيها كيف ما قلت لكم لاسانسور، والثمن ديالها هو 65 مليون قابله نوعا ما للتفاوض، واللي بغاها بالاتات اهلا وسهلا. اخواني اخواتي، كنتمنى انكم تشجعوا هاد القناه هذه اللي بارطاج مع الناس ومع العائله، والناس كذلك اللي شاهدوني اول مره كنتمنى انهم يضغطوا على زر سابوني وزر الجرس ليصلكم الجديد. اخواني اخواتي، حياكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.